يحتل قطاع الحبوب مكانة بالغة في اهتمامات الدول، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الاستهلاك. ومع انطلاق موسم الزراعات الكبرى بولاية سيدي بوزيد، اعترضت الفلاح مشاكل عديدة تعلقت أساسا بصعوبة التزود بالبذور. في هذا الإطار، عقد الاتحاد الجهوي للفلاحة جلسة عمل للنظر في هذا الإشكال. البذور الممتازة هذه يوفرها دول الحبوب في كامل المعتمديات نتاعينه، لكن للاسف اللي هنا وعلى حسب البرنامج نتاع سياده رئيس الدوله في التشجيع على التنميه الفلاحيه وعلى الاكتفاء الغذائي، للاسف السنة ما لقيناش بذور ممتازه، يعني جد كان شوي بذور عاديه. زلت ما زرعتش، نستنى في الزراعه. ما المنتج تزرع؟ هو يبدا من 15 شهر اللي فات حتى لاخر الشهر هذا. واستعان مجموعة من الفلاحين ببذورهم الخاصة التي وفروها خلال الموسم الفارط لتفادي النقص الحاصل في البذور، ليبقى عدد آخر في انتظار توفرها. من النصابة متاعنا خليت طرف وهنا نستنوا في هذا بالنسبة للشيء، أما بالنسبة للقمح مازال حرث وكاو. علاش ما زرعتش قمح وانت عندك المزرعه؟ القمح لانه ديابي وسيبو 45 ما ثماش. مشكله اي ما ثماش، مش موجود، واذا كان موجود يبيعوه لك مثلا ديابي ولا واحد بسوم خيال. ثم اطراف عندهم شويه زرعوا لان عندهم زرعه في مخبينها من زرعتهم، هذوك زرعوا، لكن الباقي مازال ينتظر التو. انا تقريبا 300,000 قنتار نجموا نخدموهم تو حاليا اكتوالمون من القمح السلب اللي تتماشى مع سيدي بوزيد ومع المناخ نتاع سيدي بوزيد، ونعرفوا لي سيدي بوزيد فيها منطقه سقويه، دونك عندنا الزراعه اللي تمشي مع المنطقه السقويه هذيا. احنا حاجتنا بالفلاح باش يبادر يقدم للسنتر القريب له نتاع التجميع اللي مالف ياخذ من عنده المدخلات ويعبر على حاجياته، خاطر ما يكفيش تقول ما فماش زراعه. ماذا بينا ننسقوا بين الطلب وبين العرض، معناها هذا نوفروه في القريب العاجل إن شاء الله يبدأ عندهم الفلاح سيدي بوزيد حاجياتهم كل. أقرت تونس هذا الموسم جملة من الإجراءات الاستثنائية تمثلت أهمها في وضع برنامج لتوفير البذور وتوزيعها بالجهات، إلى جانب توزيع الأسمدة الكيميائية، هذا بالإضافة إلى تمويل موسم الحبوب الخاص بصغار الفلاحين.